اوكي، هون في عندنا البارت الاخير من السيستم، الفي اف ويزرد او في اف درايف. الانبوت الاساسي له اللي هو سبيد. اليوزر هدفه من الفي اف درايف اصلا هو انه يوصل لسبيد معينه ويحافظ على التورك عندها. فمثلا اليوزر هون حيحط السبيد اللي بده اياها. النومال ريتد سبيد هي 947. طبعا بنحكي هون عن asynchronous سبيد اللي هي الريل سبيد اللي حيلف عليها الروتر. في عندنا هون الفيتشرز اللي احنا ضفناهم، خلينا نزوم على الفاد. الفيتشرز اللي ضفناهم هم السكيب فريكوانسيز. في عندنا اليوزر بيحط تو فريكوانسيز بتمثل باد للفريكوانسي، باند للفريكوانسي اللي هي مثلا هم من 15 ل 20، بحيث انه الفي اف درايف مش مسموح له يطلع او يستخدم اي فريكوانسي بين ال 15 وال 20. نفس الفكره وراء هذا الموضوع انه ممكن يكون في ريزونانس للسيستم هذا، مثلا the system resonates at 16 هرتز، فمو مسموح لل في اف درايف انه يستخدم 16 هرتز. الشغله الثانيه اللي عملناها اللي هي بوست لو فريكوانسي. هلا ات لو فريكوانسي الفي اف درايف بيفشل انه يعطينا تورك انف، يعني بيضلوا التورك محافظ على قيمته حوالين مثلا 10 هرتز. تحت هيك حينزل، حينهار التورك، حيوصل مثلا التورك ل 100 نيوتن متر او حتى اقل، ممكن يتحول لنيجاتيف تورك وما يقدر الموتور يحرك اللود. فحنشرح كيف عملنا هدول التو فيتشرز. هلا بلا فيتشرز الموضوع بسيط، بيدخل عندنا هون تارجت سبيد حولناها لراديانس، حنقسمها على النومينال. في نومينال سبيد للموتور زي ما حكينا، بعدين حنضربها ب 50 هرتز. هسه برضه ال 50 هرتز هي نومينال، يعني الموضوع نسبه وتناسب، بنشوف كم نسبه السبيد اللي طلبها اليوزر وبنعطي كورسبوندينج فريكوانسي. يعني هو طلب نص السبيد، فالفريكوانسي اللي حنشتغل عليها مو 50 هرتز، حنشتغل على 25 هرتز. هسه عشان نعالج موضوع الفوربيدن باند اللي حيكون فيها الريزونانس، احنا طلبنا تو فريكوانسيز هاي ولو، حندخلها هون على ماتلاب فانكشن عملناها، وحنقرر وقتها انه على انو فريكوانسي يروح. هون حيطلع من عندنا اللي هو الفريكوانسي. هسه ضل الموديوليشن اندكس. الموديوليشن اندكس برضه بيتحدد بنفس الطريقه، في عندنا نسبه وتناسب بين السرعه. يعني مثلا اليوزر طلب نصف السرعه، تيبيكلي الام اي لازم تكون 0.5، الى انه المشكله الموجوده عندنا هون لما يكون في عندنا ات لو فريكوانسيز. حنشرح ايش قصدنا بالبيفوت وبلوست فريكوانسي وببوست فاليو وبالفانكشن هاي بالفيديو القادم. بس هلا حنعمل اكزامبل. مثلا هلا 947 الام اي كانت 1 اللي هي الفول فولتج، عشان هيك اعطانا 400 لاين تو لاين فولتج. اعطانا الفريكوانسي برضه زي ما هي 50، واعطانا النومينال تورك اللي هو 24 نيوتن متر ات هاي سبيد او 1000 نيوتن متر ات لو سبيد شافت. فاللي حنعمله هون انه خلينا نقسم هاي على 2 ونشغل السيستم. اوكي، زي ما شايفين هون وصل للسيتلينج تايم، طول شوي السبب للاسف انه ديسكريت، مع انه كان شغال السيستم على الكونتينيوس تايم بس لسبب ما بطل شغال. اللي بيهمنا هون انه التورك عمل سيتلينج على 1000، الكرنت ضلوا ساينوسويدل، وبرضه السبيد عملت سيتلينج. هلا نرجع هون للاوتبوت، نلاحظ انه الفاليوز زي ما بدنا اياهم. التورك 24 نيوتن متر او 23.93، والفي لاين بالضبط نص الفي لاين. نفس الاشي من ناحيه الفريكوانسي ونفس الاشي من ناحيه الام اي. وهذا اللي بيميز البي اف درايف، انه استطعنا ان نحافظ على التورك المطلوب في ظل تنزيل السرعه لسرعه محدده.